كلنا كأفراد زائلون، وكلنا كشعب خالدون. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته. الخالق والأمة والشعب بأجيالها وأجياله المتتابعة. وخلود الفرد هو بخلود أمته، بخلود شعبه. بداية بشهر 3 18/3 كنت بالمسجد، يعني ما كان لا في، كان مسجد اسمه الحمزة بن عباس. حضرنا صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة وقف أحد الأشخاص، شاب معروف من بيت الحريري، صاح كلمة الله أكبر. أنا ما كنتش عارف شو الموضوع، ليش صاح، ليش كذا، ما كنت أعرف، بس ولكن وقفوا معه 4 5 شباب وكمان صاحوا الله أكبر، فصاحوا حرية حرية، وطلعوا من المسجد 17 شخص. فطلعت معهم انا للغايه، انه بس صح حريه طلعت معهم. مشينا بالطريق جايين على المسجد العمري، المسجد العمري كمان كان فيه صلاه جمعه بس ولكن بعدها منتهيه. بنص الطريق لقانا دوري امن او سياره شرطه، طبعا عناصر امن كانوا منتشرين يوميتها، كانه عندهم علم انه بيصير شيء. فاحد الشباب هجم على سياره الامن انه بده يزيحها من الطريق، خاف انه يقوسوا علينا. لكن سياره الامن وقفت بنص الشارع وحاولت تمنع الناس، ما قدروش. احنا 17 شخص تجاوزوهم ومشوا. وصلنا المسجد العمري، بعد المسجد العمري تقريبا بعد الصلاه عم بيقيموا الصلاه، خلص صلاه الجمعه طلعوا لقوا الشباب عم بيهتفوا الله سوريا حريه وبس. في كثير من الناس وقفت على الرصيف، او اغلب الناس اللي موجوده بالجامع وقفت على الرصيف، ما حدا تحرك، طلبوا. فكان في صيحه بعد 10 دقائق او ربع ساعه. طبعا انا كنت امشي مع الشباب بس صدقا مشيت معهم بس لكلمه حريه فقط. طبعا الناس واقفه على الرصيف، فكان في هتاف اخر من الشباب الموجودين معي، كان يا حيف درعا يا حيف شعبك واقف على الرصيف. فكثير ناس من الموجودين نزلت وشاركت، لانه كان في خوف هو بالاساس، يعني هم خايفين من الامن لانه الامن منتشر والى اخره. ومشت
فشارك تقريبا اغلب درعا البلد وشباب درعا البلد اللي كانوا بمسجد، حتى في ناس اجت من مناطق ثانيه وشاركت المظاهرات. فنزلنا على وادي بنطلع المحطه على اماكن التمركز المدينه، نتفاجأ بوجود حفظ النظام، الامن المركزي، الامن المركزي بالشام شلون اجى وصل عندنا نص ساعه ما بنعرفش، فسمعنا بعد فتره انه جاي بالطيارات، الطيارات المروحيه. حاولنا بين جد وجذب انه نقدر نقطع الوادي على المدينه، ما قدرنا، فصار في علينا اطلاق رصاص، صوب معنا 6 اشخاص واستشهدوا 2. فرجعت الناس، حاولوا المحافظ وقائد الشرطه والرئيس الامنيه يهدوا الوضع، ما قدروا، صار في دم، ما قدروا. فليلة 23 آذار شباب مجتمعين، يعني ما بيتجاوزوا 20 شخص، متجاوز شي ساعة واحدة بالليل أو تنتين بالليل، مجتمعين باب المسجد العمري كاعتصام في ساعة المسجد العمري، هجم عليهم بحدود ما يقارب 200 أو 300 شخص، عنصر أمني بإطلاق نار كثيف من كل اتجاهات، استشهد وقتها ما يقارب 12 شخص أو تقريبا 12 شخص، يعني رقم مضبوط، نكل بجثثهم بساحة المسجد العمري. في بداية الأحداث كنت أدرس بالشام، تركت بصراحة الدراسة ونزلت حتى ألتحق برقب الثورة. يعني كانت بالأول سلمية، كنا نقدر مثلا نعبر أكثر أنت تقدر توصل صورتك للناس كلها، غير هسه يعني مسلحة وصارت يعني سلافة صعبة إنك توصل فكرتك للناس. أول كنا نطلع مظاهرة، نهتف هتافات، نكتب لافتات نرفعها، بس كان يعني كان الوضع كمان صعب شوي بالنسبة للوضع الأمني. يعني توجهت لطريق الإعلام عن طريق ابن عمي وشهيد هسه، أسأل الله أن يتقبله. بلشنا نصور، اشتغلنا 3 أنا وياه ورفيقنا، اشتغلنا كفريق، يعني واحد يصور ينقل المقطع للثاني يقصه شو بده تظبيط يزبطه، والثالث يرفعه، واشتغلنا على صفحة اسمها شبكة أخبار درعا على الإنترنت. صرنا يعني مقاطعنا صارت تطلع تصل للناس، يعني مع الجزيرة العربية والقنوات الإخبارية. Thank you.
انا الملازم اول احمد مصطفى خلف من الفرقه 15 قوات خاصه الفوج 127 الكتيبه الاولى. اعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري الجيش الذي بدل اسمه من حماة الديار الى حماة بشار وقتلت النساء والاطفال، وهذه هويتي. وان انشقاقي هذا كان لاسباب عده. واحد، ان الجيش الذي انتمي اليه والذي اقسمت بالله عندما انتسبت اليه على حمايه شعبي وارض وطني هو من قتل الشعب الاعزل واذله وقام بسرقه البيوت والمحال التجاريه، وقد رايتهم بام عيني في درع البلد وفي بلدتي الرستن. وانما كان الجنود والدبابات امام الثغور ضد العدو وليس ضد الشعب الاعزل. اثنين، الاعمال المشينه التي قامت بها قوات الامن بعد ان قاموا بالاعتقالات العشوائيه للشباب والرجال والشيوخ وقاموا بتجميعهم والقائهم على الارض مقيدين وقاموا بضربهم ضربا مبرحا بالعصي واخمس السلاح والدوس عليهم بالاحذيه واجبارهم على قول لا اله الا بشار، والاهالي يرفضون ويقولون لا اله الا الله. بعدها بتقريبا 6 شهور صرت اعلامي لكتيبه بام الميادر. تقريبا ضليت كمان 6 شهور كاعلامي فقط، يعني اعلامي للمعارك، تغطيه معارك، تغطيه كنا الشباب كانت تعمل حواجز على الاستراد مثلا للامن كمان كذا، كله كمان كنا نغطيه. بعدها يعني تحولت من اعلامي لعنصر مقاتل تقريبا سنه. شاركت باغلب معارك المنطقه الشرقيه أيام تجمع القلعة بالطيبة، وبعدها صرت قائد كتيبة بالجيش الحر بالغرية الشرقية. زلنا رابطنا بدرع المحطة بالسوق، ظلينا تقريبا شي شهر ونص. صراحة عانينا كثير من نفس الذخيرة والتخاذل اللي كان يصير بدرعة عن طريق المجلس العسكري والأردن. صراحة بلشت الناس بالثورة تنحرف عن مسارها الأساسي اللي نحن طالبين مشان الكرامة، فصار كان يصيبنا نقص حاد بالذخيرة. يعني كنا نطلع على جبهة الرباط فيها مخيف جدا، يعني على تماس مباشر مع الجيش. أحيانا كنا نقعد نفس البيت، بس يعني ذخيرة ما كان في كثير، يعني تلاقي مع الواحد 15 طلقة بمخزن وكذا، مش عم ببالغ هاي الحقيقة يعني. وغير هيك كان في تخاذل كثير، يعني انت اذا تقدمت بنقطة ما تيجيك مؤازرة، واذا انضغط عليك بنقطة كمان ما كانت تيجيك مؤازرة. طبعا منتصف 2015 دخل طيار روسي بشكل كبير جدا، الغارات شيء مخيف. يعني الغارات احنا ما كنا نشوف غارات ليليه، الطيران الروسي صار في غارات ليليه. احنا كنا نشوف براميل بنهايه 2014 براميل مروحيات بلش يجينا، لكن طيران حربي يجينا بالليل ما عرفنا غير يوم وقت دخل الطيار الروسي. الطيران الروسي الطيران السوري عم يضرب كان صاروخين، والصواريخ ممكن تكون تاثير يدمر لكن مو فراغيه، يعني اذا بنايه 4 5 طوابق تنزلها على الارض لا، هاي صارت بالليل، صارت مجازر. حتى يعني اول مره بنسمع او بنعرف انه حاضنه تكون بالطيار الحربيه يكون فيها قنابل عنقوديه مليئه بالقنابل، يعني ألف كل حاضنه او كل صاروخ فيه 1000 قنبله عنقوديه بتروح البلد، بتروح درعا. حاولوا بالطيران الروسي هم مثلا يتقدموا لناحي جمرك درعا البلد، حاولوا بشتى الطرق طيران روسي مروحيات. التدخل الروسي حاول يعني يمكن بيوم واحد اكثر من 35 غاره كان بيوم واحد. كان في تقدم للجيش السوري مترافق مع الميليشيات الايرانيه والعراقيه، وكان في عناصر جيش روسي حاولوا يتقدموا حتى يقدروا ياخذوا جمرك درع البلد، لكن ما قدروا
بسالة شباب الجيش الحر الموجود عندنا، القطاعات حموها والحمد لله ما قدروا ياخذوا مننا اي شيء، لكن تاثير كان تاثير طيران على المدنيين، طيار روسي كبير جدا، عمل مجازر كثير، عمل يعني بتذكر بخلال شهرين او ثلاث صار في عندنا في درعا البلد من ضربات الطيران الروسي اكثر من 8 مجازر، مجازر قويه جدا واغلبها بالاطفال.